عكاوي العجل مفيهاش لحمه؟ مين اللي قال لك مفيهاش لحمه؟ بالعكس، عكاوي العجل كلها لحمه. طبعا بتظبط ليش؟ اظبط اشي لها الدوالي. يا سلام بقى في طنجره الدوالي وتحطها على النار بتاكل جبنه، جبنه مش دوالي. وبعدين شكفه العكاوي كلها لحمه. عصعوص العجل، العصعوص يا جماعه الخير او العكاوي المسمى زي ما بيحكوا عنها في الاردن عكاوي، كلها لحمه. انا عايزك تذكر الله وتصلي على النبي. شوف لجمال العكاوي، شوف طلع طلع ما شاء الله، اللهم صل على النبي. عبارة عن لحمة، لحمة عبرة. طلع الشيف على المفصل وخلي الشيف يقطعها لك زردة زردة، مفصل مفصل. بتنسلق سلق، بتنسلق سلق، وبتنحط مع طنجرة الدوالي. في ناس بتعملها شوربة أفخم من هيك ما في. أنا عايزك تسيبك من أبرص مربع نهائي، أهم شيء ذكر الله والصلاة على النبي. وشوف لجمال العكاوي، عم العكاوي ما يعول عليها، أكلة الشتاء، أكلة الشتاء ما شاء الله. طلع بقى التصفيطة، اللهم صل على النبي ما شاء الله. لا تنسى ذكر الله والصلاة على النبي، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هاي العكاوي هبره مهبره، بسكوت كناري، اذكر الله.